هناك حديث عن أن الجزائر تدعم المعارضة الليبية، هناك يعني في الصفحات الأولى للجرائد العالمية وكذلك في الفضائيات الإعلامية، ما هو موقف حزب جبهة التحرير الوطني؟ مع احترامي لتدينهم، لكن لازم يتوضأوا قبل ما يذكروا اسم الجزائر. باش فتنا؟ فتنا بالعلم والدين تاع الإسلام. مع احترامي لتدينهم، لكن لازم يتوضأوا قبل ما يذكروا اسم الجزائر. كشفت برقية أمريكية سرية سربها موقع ويكيليكس أن سفير الجزائر في سويسرا إدريس الجزائري قال أمام دبلوماسيين غربيين العام الماضي إنه سيكون سعيدا بأن يضع نفسه تحت تصرف الإسرائيليين تعقيبا على ما دار في ندوة حول حظر انتشار الأسلحة النووية والملف النووي الإيراني. مع احترامي لتدينهم، لكن لازم يتوضأوا قبل ما يذكروا اسم الجزائر. مع احترامي لتدينهم، لكن لازم يتوضأوا قبل ما يذكروا اسم الجزائر. جزائري جاي من الجزائر. ايه لا غالب عشان تشحت. ايه وليش ما تشحت في الجزائر؟ لا غالب. مع احترامي لتدينهم، لكن لازم يتوضأوا قبل ما يذكروا اسم الجزائر. قالت صحيفة الوطن الجزائرية نقلا عن مصادر صحفية فرنسية أن وكالة الأمن القومي الأمريكي تشرف على قاعدة تنصت عسكرية أمريكية سرية في مدينة تنراست تضم 400 عسكري متخصص في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذكرت أن المسؤولين عن هذه القاعدة أعربوا عن استعدادهم لتقديم مساعدات للجيش الفرنسي في تعقبه لتنظيم القاعدة في دول الساحل والصحراء. وحسب الصحيفة فإن القاعدة الأمريكية تعمل بعلم الرئيس بوتفليقة شخصيا. مع احترامي لتدينهم، لكن لازم يتوضأوا قبل ما يذكروا اسم الجزائر. هذا لا بد الآن من معرفة شكون هذا الناس، والحمد لله رأي الآن شهادات منهم وشهادات من الضباط الذين فروا وكتبوا كتب. هذا المجرمين يحبوا يعقدون. مع احترامي لتدينهم، لكن لازم يتوضأوا قبل ما يذكروا اسم الجزائر. الآن اللائكي عنده حزب، والعلماني عنده حزب، والملحد عنده حزب، والوطني عنده حزب، والمثقف عنده حزب، والمسلمين ما يكونش عندهم حزب. مع احترامي لتدينهم، لكن لازم يتوضأوا قبل ما يذكروا اسم الجزائر. والحمد لله رب العالمين، شاهد من أهلها كيفاش داروا كومبلو وكيفاش نحاول الانتخابات، وكاين الناس نصحوهم قالوا مياكم مجموعة تاع فرنسا، حزب تاع فرنسا، أنا عمي حزب فرنسا، حرك كانوا بكري في وقت الثورة، كانوا حرك كي كان الشيخ عباسي رحمه الله، أسمعت كي كان في الحبس ودار في أول نوفمبر، كانوا هما وين؟ كانوا يأكلوا في الجميلة تاع فرنسا بعض الضباط والجنرالات. مع احترامي لتدينهم، لكن لازم يتوضأوا قبل ما يذكروا اسم الجزائر.